عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة هنعمل كيكة شوكولاتة حلوة خالص وبسيطة، وان شاء الله هتعجبكم. معايا اول حاجة المكونات، معايا 4 بيضات، نحط بيضة بيضة، ومعايا كوباية سكر، تمام. هنضربهم بقى بال هنفضل نضرب فيه لغاية لما لونه يبيض كده يبقى كريم. بصوا بعد ما ضربتها، شايفين؟ هضيف بعد كده 1/3 كوباية لبن، نقلبهم كده كويس مع بعض. وهضيف الفانيليا، تمام، وهحط 1/3 كوباية زيت، بنات اي حاجة هتحطيها وتعيريها بيكون بنفس الكوباية اللي بتستخدميها، تمام؟ يعني ما تغيريش تعملي بكذا نوع كوباية. وهحط 3 معالق كبار كاكاو، واحد، اثنين، ثلاثة، تمام. ومعايا 1 كوباية دقيق، ومعايا 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر، تمام. تمام، 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر،
برضو هنضربهم كويس. اهي بنات كده الخليط معايا جاهز، هجيب الصينية بتاعتي. اهي بنات معايا الصينية بتاعتي، هدهنها بشوية زيت. لو عندك ورق زبدة حطي على الزيت يعني عشان ما تلزقش منك، لو مش عندك فرويها بدقيق. تمام، انا هفرولها بدقيق. اهو بنات فرولتها بشوية دقيق، هنزل بقى بالخليط بتاع الكيكة. هدخلها الفرن على نار متوسطة على 180 درجة، هتاخد في حدود ساعة الا ربع، ساعة الا تلت زي كده، وبعدين لما تخلص هطلعها اوريها لك. بصي يا بنات اهي الكيكة بعد ما طلعتها من الفرن، اختبرتها زي كده، شفتها اذا كانت استوت ولا لا، اهي مستوية والشوكة بتطلع نضيفة كده، استوت معايا. هسيبها تبرد تهدى كده خالص لمدة 10 دقايق لربع ساعة على ما نجهز بقى الخليط اللي هنحطه عليها. تمام، بصوا يا بنات الخليط التاني هو عبارة عن خليط كراميل، هنجهزه مع بعض. هو عبارة عن كوباية سكر وكوباية لبن، دول تعالوا هنجهزهم على النار وبعدين هنحطهم على الكيك. اهو يا بنات بصوا هنحط كوباية السكر، هنسيبها لغاية لما تتكرمل خالص. اهو يا بنات بعد ما السكر بتاعنا اتكرمل هنضيف عليه اللبن. اهو يا بنات بعد ما الكراميل بتاعنا جاهز ومبقاش فيه سكر، تتاكدي ان هو خلاص مبقاش فيه سكر وان السكر داب كده خلاص. بصوا يا بنات انا الكيكه خرمتها بخله وهو هنزل عليها بالكراميل. شايفين تشربته ازاي اهي. دلوقتي بقى هنعمل الخليط التاني اللي هنحطه عليها. هنعمل بقى الخليط اللي هو هنحطه على الوش، عبارة عن كريمة خفق الحلويات وعبارة عن شوكولاتة وعبارة عن كاكاو، معلقة كبيرة كاكاو. ماشي يلا من بعد نجهز. اهو هنحط كريمة الخفق، عايزينها تسخن. اهو يا بنات اول ما ابتدت تسخن هنزل معلقه كاكاو، وهفضل اقلب لغايه لما الكاكاو ده يدوب.
يا بنات، اول ما الشوكولاته، اول ما الكاكاو ساعد هنطفي عليها وننزل بالشوكولاته بتاعتنا. هنفضل نقلب كويس لغايه ما الشوكولاته بتاعتنا دي تسيح. اهي بنات الشوكولاته بتاعتي ساحت، هنزل بيها بقى على الكيكه. اهي بنات الكيكه بتاعتنا، اهي بنات هسيبها في التلاجة مش اقل من 3-4 ساعات لغاية لما تبرد خالص وبعدين اقطعها. اهو يا بنات الكيكة بتاعتي بعد ما خليتها في التلاجة هقطعها واوريها لكم. يا بنات ممكن بقى على كل حته من هنا تزينيها زي ما انت عايزه باي مكسرات عندك او فراوله او اي حاجه موجوده عندك تحطي على الوش. اهو يا بنات هحط شويه جوز هند كده على كل حته. اهي يا بنات بعد ما قطعت الكيكه بتاعتي جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا عندي في القناه، تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان اي جديد بنزله يوصل لكم شعار بيه. السلام عليكم.